السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في مطبخ ام زياد والياس. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه جديده، نتوما كما كتشوفوا مطيشه نتاع الحك، نستعملوها بزاف نتاع الحوايج، في البيتزا، في سميتو، في ليصوص، في السباكيتي، في المعجنات، في الحريره، حوايج رمضان نستغلوها كما كتلاحظوا معايا. غادي نزيدو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا 4 كيلو نتاع مطيشه، كل واحد على حساب شحال بغى يدير، كيلو جوج كيلو، كل واحد على من. يعني غسلتها مزيان ونخليها بالقشور ديالها ونقطعها بحال هكا على 4 كيما بغيتي تقطعوها. قطعوها هكا، غادي نستمر حتى نكمل كاع مطيشات اللي عندي، مطيشه اللي عندي. من بعد اللي وضعتها فوق النار كما كتلاحظوا معايا، ما كندير فيها لا ما لا حتى شي حاجه، راه مطيشه كتطلق الماء ديالها. وغادي نخليها هي هكا غير فواحد الكاسرونه اللي درتها، وغادي نغطي عليها ونخليها حتى تطيب. كما كتشوفوا معايا ما زدت لها ما لا ما لا حتى شي حاجه، شوف بوحدها مطيشه طلقات الماء ديالها. راه مازال خصها تزيد طيب، نطيب مزيان باش تنجح معانا وحتى طيب وعاد نتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما طابت المطيشه ديالي هانتوما كما كتلاحظوا راها طايبه، القشره حتى القشره ديالها كتزول على مطيشه. ملي خليتها تبرد واحد شويه دفات، وغادي نجيب الخلاط الكهربائي وغادي نبدا نطحن المطيشه نتاعنا. من بعد بسم الله غادي نجيب، غادي نخمو كمية بكمية، بسم الله ما نكترش، منعملوش بزاف، وتكون الخلاط الكهربائي ديالنا. وغادي نبدا نطحن، بغيت نجيب الصفاية تاع مطيشة ضروري باش نصفيوها، وغادي نخليها بحال هكا ونخليها تستقطع تصفى، وغادي نكمل نفس العمليه حتى نكمل مطيشه كاع اللي عندي. من بعد بغيت نشارك معكم هذه فاش كنصفيها، تشوفوا كي دايره. ثم نجيبو بحال هكا نصفيهم مزيان، ديك الزريعه ديالها كلشي ديال المطيشه كتبقى كاع ما كتهبط في الصفايه. ها انتوما كما كتلاحظوا معايا كيهبط غير مطيشه هي اللي كتهبط، داك الزريعه وكلشي كيتصفى في الصفايه. من بعد ما كملت كلشي مطيشه ديالي بالطحين، عندي جوج معالق كبار من البابريكا التحميره غادي نوضعهم معاها، وعندي ثلاثه المعالق كبار من مايزينا نشا الذره، غادي نمشي نوضع كلشي فوق النار تقلى ونتلاقاو. كما كتلاحظوا معايا حطيت فوق كلشي فوق البوطه وخليتها خليوها لواحد استمر التحريك واحد 10 دقائق ونطفي عليها البوطه. من بعد غادي نجيبو بحال هكا وغادي نبقى نخوي، كل واحد على حساب ليمول اللي عنده، ليمول ديال السيليكون تا هما ينفعو. تنعمرهم وغادي نوضعهم في المجمد حتى يجمدو وغادي يصبحو جاهزين. هذا هو الشكل النهائي نتاع مطيشة ديالنا اللي وجدنا اللي حضرت معاكم. هانتوما كما كتلاحظو معايا درتها في القوالب، ومن بعد ما يبسات ليلة كاملة جبتها وغادي نوضعها في الميكات ونخليها نجبدوها للبيتزا ونديروها لأي حوايج، للمعجنات كلشي كلشي كتليق لكلشي، ليصوص أي صوص بغيتو، بالحريرة هو جاي شهر رمضان إن شاء الله، الله يدخل علينا بالصحة وباش ما تمنيتو. أول مرة غادي يزور القناة يدير أبوني ويضغط على الجرس باش يوصلو كل جديد، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.